تلاميذ السلام عليكم. اذا هنا في هذا الفيديو تصحيح التمرين السابق، ثم عندنا خاصيه المعامله اللخطيه، ثم تمثيل ميداني، واخيرا التمرين. اذا اليك نص التمرين السابق. اذا السؤال الاول، نحسب صوره ناقص 6 وصوره 0. في الحقيقه هنا لاحظت ان هناك اخطاء في الحساب اكثر من هي اخطاء في الفعل. فمثلا صوره ناقص 6 f ناقص 6 تساوي معامل دالة وناقص 6 أضربه في ناقص 6، الجواب هو زائد 36. هذه حساب صورة ناقص 6. إذا الجواب صورة ناقص 6 هي 36. الآن لنحسب صورة 0. لدينا f لصفر يساوي ناقص 6 في 0 يساوي 0. إذا الجواب، إذا صورة 0 هي، عفوا صورة 0 نعم هي 0. السؤال الثاني، فلنحدد العدد الذي صورته 1، يعني لنحدد x حيث f لx تساوي 1، وهذا يعني أن ناقص 6x تساوي 1. إذن x يساوي 1 على ناقص 6، ويفضل كتابة ناقص 1 على 6. إذن العدد الذي صورته 1 هو ناقص 1 على 6. السؤال الثالث، هو كان فيه هو اللي فيه المشكل بالدرجة الأولى، لنحددها مزيان. لدينا f لـ a تساوي a زائد 3، هذا معطى، وهذا يعني f لـ a، نرجع إلى الدالة، هذه دالتنا، صورة a هي ناقص 6 في a وتساوي a زائد 3. إذا أحصل على معادلتين من الدرجة الأولى. إذا غنحول مثلا ناقص 6 هنا أو هذا هنا، لا بأس. إذا بتولي ناقص 6 أ ناقص أ تساوي 3، إذا ناقص 7 أ تساوي 3، إذا أ يساوي ناقص 3 على 7، وهذا هو الجواب. لنحدد أ، هذا هو. حصة اليوم غنتطرقوا إلى خاصية معامل دالة، فإف لي إكس تساوي مثلا 5x، فمعامل هذه الدالة هو 5، وهذا المعامل عنده واحد الخاصية. فمثلا إذا طلبت منك تحسب صور عدة أعداد، إف لي 2 كم ستساوي؟ إف لي 2 هي 5 في 2 هي 10، واحسب مثلا صورة إف لي 4 20، إف لي 2 عفوا سمحوا لي، f لي 3 تساوي 15، مزيان. فإذا قمنا بحساب خارج الصورة على السابق، أي على ذاك العدد، f لي 2 على 2، f لي 2 هي كم تساوي؟ تساوي 10 قسمة 2 الواحد تساوي 5، تعطيني المعامل. كذلك أنا f لي 4 على 4 ستساوي 20 على 4 تساوي 5، وهكذا. يعني أي عدد يخالف صفر فإن f لي x على x تساوي 5، ويمكن استنتاجها أيضا من خلال هذا بالقيام بعمليات جبرية. إذا مثلا لدينا f لي x تساوي 5 في x، إذا أردت كتابة 5 بدلالة x، إذا بما أن عندي الضرب سيصبح قسمة، إذا f لي x على x بتساوي 5. إذا هذه خاصية مهمة بزاف، وهي أن إلى عندك دالة f لي x تساوي ax دالة خطية، فإن معاملها a يساوي f لي x على x. فين غتنفعك هذا؟ هو عندما تحصل على دالة خطية، تيقول لك في المعطيات f دالة خطية بحيث f لي 2 تساوي 4 مثلا، ويقول لك حدد معامل هذه الدالة. هنا نتوسل بهذه الخاصية،
فالمعامل A يساوي F لإثنان على إثنان، F لX على مش على X، لو كتبت F لإجراج على إجراج. ونعود أي 4 على 2 هي تساوي 2، إذا معامل هذه الدالة هو 2. سأفسر مرة أخرى، إذا هذا هو تعريف، وعندنا هذه الخاصية هذه، أستسمح أن هذه الخاصية هذه حتى هذه، أنه أي عدد يخالف صفر فإن f لx على x كيساوي دائما، خذ عدد آخر f لx بريم على x بريم ستحصل على A، وخذ هذه كنتيجة f لx ناقص f لx بريم على x ناقص x بريم حتى هي تساوي A. مثلا دالة خطية f دالة خطية بحيث f لستة تساوي ناقص 5، ما هو معامل هذه الدالة؟ معامل هذه الدالة يك عندي الحق ندير أي عدد صورته على نفسه، إذا سأكتب هي f لستة على ستة، هذا يساوي معامل هذه الدالة. سأعوض f لستة هو ناقص 5 على ستة، إذا هذه الدالة الخطية f فمعاملها عفوا ناقص 5 على ستة، ونكتب لأن هذا الخطية ناقص 5 على 6 x، هذه صيغتها. مثال f دالة الخطية بحيث f لخمسة يساوي 7، ما هو معامل الدالة؟ حسب الخاصية معاملها a يساوي f لخمسة، ممكن تدير f لستة على 6 ممكن، ولكن واش عندك f لستة هنا؟ لا، إذن هذا أمر بديهي باين، إذن أنت تختار ما يناسب المعطيات، إذن تساوي f لخمسة على خمسة تعوض f لخمسة تساوي، إذن معامل الدالة f لأن هذا الخطية هو 7 على 5. مثال آخر طبقوا في الخاصية الثانية، الآن عندي معطى كالتالي، عندي فرق صورتين يساوي 5، ما هو معامل هذه الدالة؟ إذا نرجع إلى الخاصية المعامل، ممكن ندير وفرق صورتين على فرق هذه السابقين أي على 8 ناقص 3، أعوض هذا الفرق كله عندي يساوي 5، و 8 ناقص 3 هي أيضا يساوي 5، إذا المعامل هو 1، إذا الجواب معامل الدالة f هو 1. وسنرجع للتمارين لهذا الأمر.